حياكم الله من جديد. أكدت دراسة حديثة أن 80% من الشباب السعودي ينفقون أموالهم على ما يرغبون لا على ما يحتاجون. وفق الدراسة التي شارك فيها 1000 مواطن ومواطنة من جيل الشباب في مناطق مختلفة من المملكة، فإن 75% منهم يعتقدون أنهم على دراية بأساسيات إدارة الأموال، في حين أكدت الدراسة أن 11% فقط يقومون برصد إنفاقهم. كذلك أشارت الدراسة إلى أن 45% مما شملتهم الدراسة بأنهم لا يوفرون المال على الإطلاق، بينما قال 20% أنهم يوفرون 10% فقط من دخلهم الشهري. حول هذه الأرقام وأكثر وعن إنفاق الشباب يسعدنا أن نتحدث مع ضيفي في الاستوديو أستاذ سلمان البهيجي، أكاديمي مختص في الاتصال التسويق. حياك الله معنا أستاذ سليمان، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. الله يحييك أستاذ جمال، وسعيد في تواجدي معك الليلة، وإن شاء الله نقدم ما يضيف للشهادة المساعدين. خلنا أسألك أول شيء بشكل عام، هذه الدراسة طبعا نشرت في صحيفة الرياض يمكن قبل ما يقارب أسبوع، وزي ما ذكرنا قبل شوي تتحدث عن 80% من الشباب السعودي أنه يصرف أمواله على غير الضروريات إذا جاز لنا التسمية. ليش؟ وش انطباعك؟ والله أنا اطلعت على الخبر النشر في صحيفة الرياض، وزي ما تفضلت يعني كان يعني بالخبر الشيء الصادم أنه 45% على عينة الدراسة اللي هم عددهم 1000 تقريبا ينفقون على يعني لا يوفرون يعني المال أو يدخرون المال، وهذه طبعا لا شك أنها يعني انصحت أنه يعني أمر صادم أو مؤسف. لكن أنا من وجهة نظري أخوي جمال أشوف أن الموضوع فيه جوانب إيجابية كثيرة، يعني من ضمنها مثلا على سبيل المثال الجانب الاقتصادي، هذا يدل على أنه في نمو اقتصادي عندنا قوي، معدل الإنفاق عندنا يجذب الشركات سواء في المحلية أو الخارجية. على سبيل المثال مثلا سبتمبر الماضي يعني نشر تقرير أنه حجم الإنفاق وصل 116 مليار. مثل هالأرقام هذه تعكس قوة السعودية الاقتصادية. برضو يعني هذا ينعكس برضو على الشركات الصغيرة والمتوسطة، نشوف عندنا نمو أخوي جمال بشكل كبير وملحوظ. يعني على سبيل المثال مثلا أكثر من 108% عدد الشركات المتوسطة والصغيرة منذ انطلاق الرؤية. برضو زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة كبيرة. فأنا اللي أقصد هذه من ضمن المؤشرات اللي تعطي أنه فعلا في قوة اقتصادية للسوق السعودي، وهذه لا شك أنها شيء إيجابي. الإيجابية الثانية اللي أنا أشوفها أنه في تطور عندنا من ناحية تسويقية، يعني مثل هالرقم هذا أو المؤشر هذا يدل على أنه في يعني نمو ووعي من ناحية التسويق ومن ناحية توظيف رسائل تسويقية اللي تخدم مصالح المؤسسات والشركات. فهذه أنا أشوفها أنه صار عندنا في يعني نمو ووعي أكثر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. يعني على سبيل المثال مثلا لو أخذنا من ناحية الاتصال التسويقي، يعني مثلا في الاتصال التسويقي أخوي جمال إحنا نقول مثلا أنه الستوري تيلينج أو مشاركة القصة هذه من أهم المهارات اللي المفروض أن الشركات تتبناها أساس تخلق ولاء العملاء. شاهدنا مثلا يعني الشعب السعودي كله شهد يعني مثال وتوظيف لهالمهارة هذه اللي قامت فيها مثلا هيئة الترفيه هذا العام، مثلا نقل الطائرات. نقل الطائرات هذه الحقيقة يعني 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 يعكس توظيف جيد لهالمهارة هذه، تفاعل الشعب معها كذا. برضو من ناحية القطاع الخاص يعني نشوف مثلا في اليوم الوطني على سبيل المثال انه كيف التنافس، كيف الرسائل يعني قاعدة يعني تتنافس الشركات وتقدم منتجات يعني او يعني نجاحات يعني يعني انا اشوف انها يعني انت تشوف اليوم انه الارقام هذه اللي هي 80% ينفقون اموالهم على ما يرغبون هي نجاح في الوصول والتأثير. أنا أشوف أنها نجاح نعم في الوصول والتأثير بغض النظر عن هل نتفق أو لا. لا شك أنه يعني
ما أتفق أنه يعني أنه الشخص أنه ينفق أكثر من على الكماليات أكثر، لكن أنا أحاول أشوف الأشياء الإيجابية منها يعني. جي خلني بأخذ يمكن جزء مهم صراحة، وأنا دايم عندي بعض الاستفهامات حول هالنوع من الدراسات حقيقة. لما ناخذ شريحة، لما يجي باحث، وأنا بسألك أكاديمي اليوم، لما يجي باحث اليوم ويقدم لنا نتائج دراسة يقول ترى الشريحة 1000، مش المفروض يعطيني العمر للشريحة هذه، النطاق الديمغرافي يعني وين، بأي منطقة بالرياض، لأنه يفرق اللي بالرياض عن جدة، عن المناطق الجنوبية الشمالية الشرقية، الدخل يفرق أكيد. يعني المفروض يقول لي كم دخل هذولا، متوسط أقل شيء متوسط دخلهم، عشان نعرف 80 هذه وش قاعد يصرف أصلا منها. سؤال، هل في ضوابط اليوم لهالنوع من الأبحاث، بحيث أنه نقدر نقول أنه هذه الدراسة نقدر نعتمد عليها أو ما نعتمد عليها، وبعدين نبغى ندخل في تفاصيل هذه الدراسة؟ لا شك أنه مثل هذه الدراسات لابد أنه يعني توضح، يعني زي ما تفضلت، العينة، مجتمع الدراسة، محيط الدراسة، هذه لا شك أنه يعني عامل مهم في نشر مثل هالدراسات هذه. لكن للأسف أنه إحنا يعني في بعض الأحيان يعني تعرف في وسائل التواصل الاجتماعي أو يأخذون بس يعني جزء من الدراسة ولا يذكرك زي فلا شك أنه هذا الشيء يعني يعني شيء سلبي نواجهه يعني الحقيقة. ولا بد أنه يعني مفترض على كل من ينقل مثل هالمعلومات هذه، لا بد أنه أنه يوضح المعلومات للقارئ يعني عن العينة الدراسة زي ما تفضلت، المجتمع، نسبة الدخل. طبعا المتحدث أو الباحث لصحيفة الرياض مع التقدير الكامل له يتحدث أنه حسب حديثه، وأنا أقتبس هنا، وزاد الدكتور أن هذا نتاج عدم إتقان إدارة المقدرات لدى الشباب، ويعزى ضعف قدرات التي ويعزى ضعف القدرات التي يمر فيها الشباب في حياته إلى ضعف مخرجات التربية، لأن النجاح يقيس بين القدرات والأحمال، فالإنسان قدرات والحياة أحمال. هل ترى من المنطقي اليوم أنه نأخذ كل هالنتائج هذه ونحيلها لسبب واحد مرتبط بالتربية؟ هل في أسباب أخرى يمكن أنها هي اللي قادت الشباب للأرقام هذه؟ يعني هل معقول أنه فقط التربية هي المؤثر الوحيد والمدخل الوحيد اللي طلعنا هالمخرجات؟ أنا زي ما قلت لك للأسف أنه يعني ما فيه، أنا قلت لك يعني يمكن قبل اللقاء حاولت مثلا أنه أبحث عن الدراسة أو كذا، لكن أنه للأسف أنه ما فيه يعني تصور واضح زين أو شيء مثلا منشور، على الأقل على حسب بحث المتواضع أنه يذكر الأسباب. لكن بشكل عام يعني، وأنا هذا اللي قاعد أحاول أنه يعني ما يمكن نلقي اللوم فقط على الشباب والشابات ونقول إحنا 80% هو القاع على التربية ليس على الشباب والشباب، هو راح لبعد بالضبط. لكن زي ما قلت لك أنه يعني إحنا قاعدين يعني إن كان إن صحت فهي فيها جوانب إيجابية زين، زي ما قلت لك يعني، وهذه أنا ممكن أني يعني أعزو لها مثلا زي التطور والنمو الاقتصادي اللي قاعدين نشوف هذا يعني ممكن أنه لكن هل منطقي؟ لا طبعا ما هو منطقي أنه نلقي اللوم على سبب واحد أو لذلك دائما يعني أنه نشر الدراسة يعني دائما مثلا في البحث العلمي مثلا التحيز، يعني هذه من أهم الأشياء اللي الواحد يطلع عليها في الدراسة، أنه لابد أنك وش المعايير اللي اتخذتها في التحيز، هل والله لأنك أنت فقط مختص في مجانب معين، عطنا أسباب الموضوعية بالضبط. فأنا هذه دائما يعني يعني أذكرها حتى للطلاب عندنا، أنه لما تسوي بحث لابد أنك عندك معايير معينة تتأكد منها من التحيز، يعني ما يكون في تحيز يعني رأيك أو لتخصصك بس فقط عشان يعني ترمي رقم وتنشر. صحيح. أستمعك، خلنا ننتقل للفاصل القصير ونعود. حياكم الله من جديد، حديثنا في هذه الفقرة عن إحدى الدراسات السعودية التي تحدثت عن أن 80% من الشباب السعودي ينفقون أموالهم على غير
الضروريات، وأحاور في هذا الموضوع الأستاذ سليمان البيجي. قبل الفاصل يمكن كنا نتكلم عن الدراسة، منهجيتها، الشريحة، والوصول أيضا إلى هذا الرقم. يمكن سؤالي لك أستاذ سليمان، اليوم لما نقول أنه في 80% من شريحة عددها 1000، يعني نتكلم اليوم عن رقم يمكن حوالي 800 تقريبا، هذولا دخلهم رايح للكماليات وفق الدراسة، وش اللي خلاهم يوصلون هالرقم؟ وش خلى الكماليات اليوم تطغى على الضروريات؟ هل هو سهولة الوصول للمنتجات؟ ونتكلم هنا عن التجارة الإلكترونية، منافذ البيع، الدفع الإلكتروني، كل التقنية اللي تكلم عنها بكل سلاسل إمدادها، وخصوصا أنه الشيء اللي كنت قبل تشتريه بشهر اليوم يجيك بيومين. اثنين، تأثير التسويق تكلمت عنه ببداية، أنه التسويق اليوم صار يوصل، لكن هل يوصل الحد أنه يخلي شخص يعني يتناسى أولوياته ويركز على رغباته كما ذكر البحث؟ لا شك زي ما تفضلت أنه الآن يعني التقنيات، تطور التكنولوجيا اللي احنا نعيشه وتوظيفها في خدمة الأهداف التسويقية، لا شك أنا أشوفها أنها تلعب دور كبير ومحوري في خروج يعني مثل هذه النسبة إن صحت. فالآن يعني مع تطور يعني مثل AI وتحليل البيانات والبيانات الضخمة، صار أخوي جمال يعني وأنت تعرف يعني صار من السهل أنك تقدر تحلل جمهورك، زين، من السهل أنك تقدر تخصص مثلا رسائل تسويقية مخصصة يعني على الجمهور معين، يعني التخصيص مثلا بالشخص معين محدد. فأنا أقصد كل هذه عوامل ساعد يعني نهضت في التسويق بشكل كبير جدا، زين، فبالتالي انعكس إيجابا على يعني على التسويق بشكل عام، وإن كان سلبا على بعض يمكن أفراد المجتمع. يعني زي ما قلت لك، توظيف الـ AI، استخدام التخصيص، الاي كوميرس مثلا، وسهولة التطبيقات والمتاجر الإلكترونية، هذه برضو حق يعني فيها نقلة، يعني كلنا نشهدها نقلة نوعية، زي سهولة الاستخدام. وإحنا يعني في السعودية يعني محققين أرقام يعني في سهولة الاستخدام الإلكتروني أو التجربة الإلكترونية، زين، فكل هذه عوامل أنها ساعدت أنه تزيد مثلا من الاستهلاك، أي صار الفرق يكون أكثر. يعني هذا أحد يعني كمتخصص في جانب التسويق، أي كيف يصير عندي مناعة تسويقية من الاستهداف اللي يستهدفنا آلاف الرسائل يوميا؟ صحيح. وش الإجراء اللي المفروض أخذ بيني وبين نفسي لما أشوف رسالة؟ لأنها تعتمد على محاكاة عاطفتك واحتياجك بالدرجة الأولى، ما تحاكي ظاهرك، تحاكي باطنك. أحسنت. فكيف أخلي عندي اليوم مناعة تسويقية، إذا أنا جاز يسميها مناعة تسويقية، كيف أخلي عندي مناعة أنه أنا ما أنساق خلفها؟ هل أخذ خطوة للخلف؟ هل أعيد التحليل؟ وش الطريقة؟ هو لا شك أنه يعني مسألة أنه الواحد يعي أنه دائما الرسائل اللي تجيه هي ما جت عبثا إلا بعد تحليلات، ويعني إلا عارفين بالضبط أنت وش تحتاج وش تبي. فإذا ما كان، وبنفس الوقت أنت ما تقدر تلوم مثلا بعض الشركات أو التطور اللي يصير للتطور اللي قاعد يصير مثلا في التسويق، لكن هي بالنهاية ثقافة. يعني إذا الواحد ما يعني وعادات، إذا من الواحد ما انتبه لنفسه وراجع حساباته، زين، ويعني صار يهتم أكثر، يعني صار يركز فعلا وش يعني الواحد يحتاج، يجلس مع نفسه، يحتاج يراجع حساباته، أنا وش أحتاج وش ما أحتاج، أنا وش المساحة اللي أقدر أشتري فيها كميات وش يعني، وخصوصا يعني الواحد ما عنده عذر اليوم. إحنا في يعني العلم الآن والتوعية، يعني الواحد المفروض عليه حمل وعليه هو المسؤولية. يعني أنت في الأخير مسؤولية تتحملها وتخلق عادة، يعني هي في الأخير عادة لما تتعود عليها تكسبها مع خلال الوقت. الواحد يعني لا هو اللي بيشكل الحصانة ولا غيره، الواحد يعني لا يعني ترك نفسه بينجرف يعني. لو كان في رسالة اليوم توصلها للشباب،
أو يمكن جيل الشباب، أي. وش بتكون الرسالة اللي بتقولها لهم؟ والله أنا يعني الحقيقة رسالتي للشباب أنه يعني هي من جانبين، يعني أنت بالنهاية ما تقدر تضغط برضه على الشباب تقول لا تنفق، أو لكن أنا اللي أقدر أقوله واللي هو يعني منطقي أنه الآن إحنا قاعدين نعيش في عصر طفرة، زين، فالمفترض أنه الواحد يعني شغلتين، الواحد يزيد من دخله، يحاول يستفيد من هالطفرة اللي إحنا قاعدين نعيشها، زين، من ناحية زيادة الدخل، زين. والشيء الثاني زي ما قلت لك قبل شوي أنه الواحد يراجع عاداته، يعني إذا الواحد ما تمكن من مراجعة عاداته وسلوكياته، زين، يعني هالشغلتين مهمة، يعني أنك تنتبه لعاداتك وسلوكياتك نفس الوقت تحاول تزيد دخلك أساس أنك والرسالة الثانية إذا سمحت لي هي موجهة ل يعني الشركات مثلا، يعني خصوصا في القطاع المالي، أنا أعتقد أن عليها مسؤولية كبيرة في توعية الشباب، يعني إحنا أكثر من يعني 60% تقريبا جيلنا شباب، يعني فإذا الشركات الكبيرة العملاقة ما أخذت مسؤولية توعية الشباب والشابات، يعني ما يكون الواحد هدفه التسويقي فقط، أنا والله كم أربح ولا يهمني، فأنا أعتقد مسؤولية اجتماعية على الشركات الكبيرة يعني لا شك أنها مهمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ سليمان البهيجي الأكاديمي المختص في الاتصال التسويقي، بعد الفاصل للعودة.